السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. منتخب الجزائر يتقدم بهدف بن سبعيني ضد تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا. أحرز منتخب الجزائر هدف التقدم أمام تنزانيا في الوقت الإضافي في الشوط الأول للمباراة المقام الآن على الملعب الوطني بمدينة دار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة. جاء هدف منتخب الجزائر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عن طريق رامي بن سبعيني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وتضم أيضا منتخبات أوغندا وتنزانيا والنيجر. ويخوض منتخب الجزائري مواجهة الليلة وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.